السلام عليكم، حياكم الله. ما شاء الله الناس قاعدة تنتظر وتريانة بشغف، ما شاء الله. حياكم الله، حي كل منا ويانا ودخل البث مالنا. الله يحييكم يا رب. منو هاي؟ شماسة وشيمة. اي حياة الله شيمة، الله يسلمك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتظر إن شاء الله حضور جميع الناس اللي تحب تتابع مركز أبو ظبي للصحة العامة، وتأخذ منه كل جديد وتتسلى بالمسابقات اللي موجودة كل أسبوع. الحمد لله، الله يحييكم بوجودكم، منورين بوجودكم، الله يسلمكم يا رب، يعطيكم العافية. دائما إحنا نوعدكم على السحور، تفوزون ويانا وبعدين تروحون تتسحرون إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النور نوركم، ما شاء الله ما شاء الله، متحمسين الناس، ما شاء الله تبارك الرحمن. اوكي، بننتظر شوية نعطي فرصة للناس البقية ان شاء الله يشاركونا. شخباركم مع رمضان؟ قربنا للنهاية، الله يتقبل منكم الطاعات ان شاء الله يا رب، والصيام والقيام، وان شاء الله يهل علينا العيد يا رب خير وصحة وسلامة يا رب، ونعيد الاهل والاصدقاء باذن الله يا رب العالمين. بس هالمرة لا، خليكم في البيت ان شاء الله، العيد الكبير نعايد الجميع باذن الله ان شاء الله دائما يا رب. شو اخباركم مع الصحه؟ شو اخبار الصحه النفسيه والصحه الجسديه؟ شو اخبار الرياضه؟ تعرفون هالفتره نحن قاعدين في بيوتنا، لازم نحافظ على صحتنا من جميع النواحي تكون موجوده. يعني دائما سبحان الله كل ما كانت الصحه موجوده ان من جميع النواحي تكون قويه، ان شاء الله يساعد ان الانسان يحافظ على صحته، المناعة تتقوى عنده. يعني أتذكر يمكن شفتوا أمس قبل يومين في إنستغرام أقصر رحلة علاج لوحدة قعدت 3 أيام بس في المستشفى. ليش؟ كان له دور جدا، وركزت على الجانب النفسي. قالت لما يكون الجانب النفسي جدا يعني للإنسان مرتفع وما يخاف ولا إنه يتوتر، كان جسمها قاوم من مرض بأسرع وقت، وكانت العلاج أقصر وسريع بس 3 أيام. وركزت على موضوع الصحة النفسية، فالإنسان يحافظ على صحته ولياقته أصلا من قبل، يعني الحالة النفسية، يحافظ على الرياضة، يحافظ على ساعات النوم، الأكل الصحي، يترك التدخين، كل الأشياء تساعد. وبالنسبة له الصحة النفسية نفسها، لأن قالت أنا ما خفت ولا توترت، بالعكس رحت المستشفى وعلى طول بديت العلاج، وكنت أقصر رحلة علاج في المستشفى. فدائما نركز على هالناحية. الله يحييكم ما شاء الله، متابعينا اللي دائما يتابعونا شكلهم متحمسين وايد على الأسئلة والمسابقات. إن شاء الله نفوز الجميع بإذن الله. أنا لي شروط المسابقة، اللي بيفوز معنا مرة وجاوب على السؤال الثاني سامحونا، عاد نعطي مجال لحد ثاني، نبغى الكل يعيد ويانا بعيديته. والأجوبة ما شاء الله مركز أبو ظبي للصحة العامة ما يقصرون، جزاهم الله خير. وكل جائزة ب 600 درهم، كل جائزة ب 600 درهم، يعني حق العيد إذا بنشتري بيبنا عطر، بيبنا لبس، بيبنا شيء إن شاء الله. ما شاء الله منو اللي متحمس؟ وصلنا فوق 40 ما شاء الله، متحمسين. يلا بسم الله نبدأ إن شاء الله. شو أخباركم؟ شو صحتكم؟ يعطيكم الصحة والعافية، واتمنى إن شاء الله يا رب تكون صحتكم خير وصحة وسلامة، ورمضان مشى بخير، واللي فقد وزنه واللي زاد وزنه، بس إن شاء الله نبقى اللي فقد وزنه ما حد زاد وزنه ولا هم بيحسبون. يعطيكم الصحة والعافية. نبدأ الأسئلة إن شاء الله. أنا عادة يكون عندي في اللايف تصفيق للفائزين، بس هالمكان ما موجود عندي، فنبدأ مرة ثانية. أسألكم شو رمضان وياكم؟ إن شاء الله يا رب بدأ معكم خير وصحة وسلامة يا رب، والله يتقبل منا الطاعات والصلوات. طيب، أسئلتنا مختلفة هالمرة، متنوعة، لها علاقة بعدة أمور موجودة عندنا، أمور صحية، أمور طبعا هي أكثر شيء لها علاقة بالصحة العامة. فبما أننا نتكلم عن رمضان ونتكلم عن الصيام ونتكلم عن تأثير الصيام على جسم الإنسان، فأسئلتنا بتكون لها علاقة دائما بالصحة نفسها وبالصحة العامة وأسئلة صحية، عشان اللي يفوز بالجواب دائما يعرف أن الجواب يتم عنده، خاص بيعرف الجواب باستمرار. فبما أننا نتكلم عن الصيام، فالسؤال الأول نبدأ الأسئلة. متحمسين؟ أبدأ أسأل؟ إذا سمعت حد قال متحمسين خلاص ببدأ. أوكي إن شاء الله. منو هاللي يقول بداي؟
دريمة. أوكي إن شاء الله ببدأ. أوكي السؤال الأول يقول مثل ما قلنا تكلمنا عن الصيام غير الصيام وكل شيء. السؤال الأول يقول، بقول بالعربي وبالإنجليزي ليش؟ لأن عندنا متابعين وكذي. Welcome for all who is following us. I do know that we do have Arabic and speaker and English speaker. So I will be asking the questions in both. Thank you for joining us. So let me start the question in English at the beginning. Then I will start it in Arabic because I do know we have, because we got some comments like why nobody is asking, sending the questions in Arabic in English. So I will be asking. So the questions I will be saying in the two language, both of them at the same time. So I will start with the English one, then I will start with the Arabic one. The question is, says, since we are in Ramadan, 1, 2, 3, how much water is in the human body? كم نسبة الماء في جسم الإنسان؟ كم نسبة الماء في جسم الإنسان؟ كم جسم نسبة الماء في جسم الإنسان للآن؟ موتكم. طبعا الماء جدا ضروري لجسم الإنسان، يحتوي على عدة فوائد. أصلا جسمنا تقريبا في كمية كبيرة من الماء. ما شاء الله يا أنا، جواب من عند مهرة. أول جواب أعتقد من عند مهرة ولا لا، ما أعتقد. أصدقائي في المركز الوطني للصحة العامة يقدرون يعرفون. أول جواب من عند مهرة، وصفقول أعتقد إن هي مهرة إذا ما خابني، لأن هذا اللي وصل لي أول شيء. يعطيكم العافية. أنت لبستي من مهرة؟ شكله أنا مو متأكدة ترى، أنا بس قاعدة أشوف أول جواب من يعني، بس أكيد الفريق اللي عندي بيقول من هو الفائزين وبيخبروني إن شاء الله. أنا اللي شفته لو أرجع أشوف أول فائز. أنا ما سألت السؤال، أعتقد أول فائز مهرة. أنا هذا اللي باين عندي، أول فائز اللي هي مهرة اللي موجودة، لكن ما أدري إذا في، ما أقدر أشوف حد فائز قبل. بشوف أكيد فريقنا بيكون، أنا هذا اللي باين عندي، لكن بشوف. خليني أتأكد إن شاء الله فريقي بيكون تابع. مبروك للفائز الأول، بتأكد ترى أنا لأني مو مركزة ما شاء الله كله ورا بعض، بس شفت مهرة، بس أعتقد في حد قبل أو شيء مو متأكدة، بس أكيد الفريق جاهز. الماء جدا ضروري لجسم الإنسان ولازم نشرب الماء. ولما نقول نشرب الماء مش معناته أنا مثلا بتقولونه كم نسبة الماء لازم نشرب، هي لحاجة الجسم. كانت تقول الدراسات 8 أكواب في اليوم تقريبا، من لتر ونص إلى لترين، وكل ما كثرنا أكثر، خاصة في رمضان جدا مهم شرب الماء. لما أتكلم عن شرب الماء ما أتكلم إني أشرب الماء مرة واحدة وأخلص، لا، نشرب الماء مثل سبس يعني، كل مرة وكل مرة وكل مرة. مش والله أنا الحمد لله خلصت الماء اللي عليه، على الفطور ضربت لي دبة وشوية بعد نص ساعة ضربت لي دبة وخلصت، لا. شفتوا الرياضيين كيف يشربون الماء؟ تشوفونهم في المباريات كل شوي يشربون ماء، كل شوي يشربون ماء، كل شوي. جسمك محتاج ماء عشان يقوم بالعمليات الحيوية في جسمه، فطول اليوم يحتاج الماء. نحن نتنفس نفقد سوائل، نحن نعرق نفقد سوائل، نتكلم نفقد سوائل، حتى لو تسبحنا في المسبح ترانا نعرق نحتاج سوائل، مشينا تكلمنا، كل هذه الأشياء تعطي نحتاج لها من الماء والسوائل اللي تكون موجودة عندنا، فلازم نعوضها مرة ثانية. في رمضان نحن ننسى نشرب الماء على الفطور وبعدين ننسى ونقول لا لازم نحتاج لنا شيء، لكن لا، لازم نشرب الماء طول من أول ما نفطر، نبدأ بالماء فترات بسيطة شوي شوي ونشرب لين وقت السحور. حتى لو وقت السحور شربت ماء وايد ترى نفس الوقت ممكن إن الجسم يخرجه، لكن أنتوا تبون تحتاجون الماء طول فترة طول فترة السحور، طول فترة بعد الفطور. مبروك للفائز الفائزة أو الفائز اللي عندنا، لأن صراحة أنا ما انتبهت، فأكيد فريقي يعرف من اللي فاز أو شيء. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول، بما أن بعدنا في رمضان وقاعدين نتكلم عن الأكل ونتكلم عن الماء ونتكلم عن اللياقة ونتكلم عن الصحة، نكمل أسئلتنا عن نفس الموضوع. وهذا السؤال له علاقة شوية بالسحور أو بالفطور، أو نقدر نقول بالاثنين، بما أن السحور جاي فبسأل هالسؤال، وبالجواب يكون على الأقل يكون شافي لي أنا، يعطيني الأجوبة اللي أنا أحتاجها، كمية الأجوبة اللي أحتاجها تكون دقيقة أفضل. وقلت لكم اللي جاوب قبل وفاز وجاوب مرة ثانية مو بيفوز يعني، خاصة كفي عيديته. والجوائز مقدمة مركز أبو ظبي للصحة العامة قيمتها 600 درهم، يعني عيدية حلوة تعيدوا فيها. السؤال الثاني يقول، بما أنا قلت لكم لنا علاقة الحين بالسحور وبالفطور، فأكيد العلاقة بشيء من هذا القبيل.
بقول لكم ببدأ بالإنجليزي بعدين ببدأ بالعربي. What are the four components of the healthy eating plates؟ ما هي مكونات الطبق الغذاء الصحي؟ أهم شيء أربع مكونات. يلا the sooner the better. طبعا مكونات الطبق الصحي لازم يكون كامل، يعني لازم يكون كامل، هو يكون للفطور. أوكي الحبوب، أنا شفت الحبوب، البروتين، الخضار، الفواكه والماي. ما شاء الله منو هالفائزة، ما شاء الله منو هاي؟ This year 16. أوكي أنا هذا الفائز اللي باين عندي، فريقي مركز أبو ظبي للصحة العامة، فريق الإعلام، إن شاء الله يكون نفس الفائز. This year 16 الحبوب اللي هي الكربوهيدرات والنشويات، البروتين، بروتينز، الخضار والفواكه. وحتى لو تشوفون الطبق الصحي يكون مقسوم أربع أقسام، بروتين، وبروتين يعتبر حتى ممكن تكون بروتين حيواني، ممكن يكون بروتين نباتي، وفي نفس الوقت حتى الحليب ومشتقاته يعتبر جزء من البروتين ويسمونه دايري برودكت. ممتاز. بعدين عندكم الكربوهيدرات اللي هي نشويات، ممكن تكون في الرز، ممكن تكون موجودة في الحبوب، ممكن تكون موجودة في المعكرونة، الخبز، هذه كلها تعتبر نشويات والجسم يحتاجها للطاقة عشان يحرق ويكمل يومه. الخضروات والفواكه تقريبا نص الصحن، فدائما لازم يكون فطورنا وسحورنا يحتوي على هذه الأمور. دائما فطورنا وسحورنا يكون محتوي على هذا الفطور، على هذه الأشياء دائما. وبعدين الفواكه، الفواكه قبل الأكل بساعة ولا بعد الأكل بساعة، لكن لازم لا نخفيها، تساعد على منع الإمساك، عمليات الأيض اللي موجودة بجسم الإنسان، فما ننساها ونكثر بس من الحلويات اللي موجودة، من اللقيمات، من الصاقو، من الأشياء اللي موجودة، لا نركز على هالأشياء، الوجبة اللي موجودة الوجبة الصحية، لأنها جدا جدا مهمة لجسم الإنسان. فأتمنى كل حد سحورة يكون فيه شوية كربوهيدرات، شوية بروتين، فواكه وخضروات، والماء طبعا شيء أساسي يكون موجود في أي طبق، بس يكون الماء يفضل بعده أو قبله بربع ساعة. خلصنا لكم الفطور وخلصنا لكم السحور، نكمل أسئلتنا؟ مستعدين؟ نقدر نكمل الأسئلة تكون موجودة معانا؟ متحمسين ولا بعدكم؟ خلينا نشوف، متحمسين أكمل الأسئلة؟ واللي ما فازوا بعدهم هارد لك. يس أوكي يس let me go ahead. So I'm just speaking all the time in Arabic because majority of the speaker here, but we will talk the first time about the water. It's like 70% of our body, human body is water, so we need to continue having water in our body to keep our vital signs, breathing and heart and everything. So water is very important for our body. Then we spoke about the four most component important for a healthy plate: carbohydrates, protein, fruits and vegetables. This is the most component, and all your dishes should have. If you would go back after Ramadan to the normal dishes, you need to have breakfast, should have all of this one, lunch and dinner and snacks in between. So this was the most two questions at the beginning we asked. Let us go to the question number three. Ready for it? من اللي يقولي أرجوك؟ نبقى بالعربي، وكان أنا بسأل بالعربي وبالإنجليزي إن شاء الله، الأسئلة بتكون بالعربي والله أرد الجميع، لأن قالوا لي إن في ناس موجودين بالعربي وبالإنجليزي. يعطيكم الصحة والعافية. شخباركم؟ سؤالي لعلاقة بأسئلتي تي بالصحة والسعادة إن شاء الله. منو اللي يقولي 30 دقيقة؟ لا باقلنا عنا تقريبا ربع ساعة عشان نكمل باقي الأسئلة. السؤال الثالث يقول، طبعا وهذا السؤال جدا مهم، نتمنى من الجميع ان يشعر فيه ويكون موجود في كل بيت وفي كل انسان. So the question, the last question says, what is the happiness hormone? ما هو هرمون السعادة؟ ما هو هرمون السعادة؟ واتمنى لكم السعادة دائما وابدا. ما شاء الله ما شاء الله الاجوبة بدتيني، يلا اسئلة حماس. اوكي ان شاء الله. السيروتونين، ممتاز. XVAY XVAY ما شاء الله سريع. XVAY السيروتونين، واتمنى لك السيروتونين، اتمنى ان الحين لما جاوبتي وفزتي ان 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 خذيتي ان شاء الله هرمون السعاده ارتفع عندك. شو اللي يرفع لنا هرمون السعاده؟
النوم 6 ساعات يضبط نسبة هرمونات السعادة اللي موجودة، الميلاتونين وهذه اللي موجودة في الليل. لكن تي الرياضة تزيد نسبة هرمون السعادة. الفوز مع مركز أبو ظبي للصحة العامة وتحصلون أيديتكم تزيد نسبة هرمون السعادة. سبحان الله. والرياضة لها دور، يعني الرياضة ما أتكلم رياضة لازم نادي ولازم جيم، مجرد إن أنتوا تسوون سايكلينج سويمينج ولا تمشون في المكان تقعدون الجلسة مع العائلة اللي أنتوا فيها، مش لازم زيارات حاليا، يعني تزيد نسبة هرمون السعادة، الويل بينج، التأمل، تنقزون نقزة بالحبل تجيب هرمون السعادة. فالرياضة لها دور، وأنا أتمنى لكم السعادة دائما وأبدا إن شاء الله. فنعم السيروتونين، بس أعتقد الفائز أو الفائزة معنا فائزة وفائزة، نسيت الاسم، شيء تي إكس بي شيء تي، أتذكر اللي كان موجود. وأتمنى إن فريق الصحة العامة يتابع معاي الأجوبة، لأن ما قادر أركز وأنا عادة أصفق للفائزين. خلصنا من موضوع الماي تكلمنا فيه وهذا جدا مهم، بعدين كلينا أكل صحي، الحين نبغى يكون عندنا السعادة، فقلنا لكم عن هرمون السعادة، لكن هرمون السعادة لا يقتصر إن نبتعد عن الأكل الصحي والغذاء الصحي. فعندنا سؤال رابع ودوره جدا مهم للإنسان، وخاصة إحنا بما أننا في الحجر وموجودين في الحجر الصحي وقاعدين في الحجر الصحي، ففي أشياء مهمة للإنسان إنه يستمر يأخذها وتكون موجودة معاه باستمرار. متحمسين معانا؟ جاهزين؟ اللي فازوا فرحانين؟ هديتكم توصلكم إن شاء الله قريب. شو كيفتي؟ شو اللي كيفتي؟ إن شاء الله. شوف ترى هو حسب النت اللي موجود، والله أكتب بالعربي وأقول بالإنجليزي. So the previous one we ask about it is the serotonin. It's the happiness hormone, and this comes actually when people just have enough sleeping time, they start doing physical activity. With the physical activity, it increases more and give you person more energy to continue. And I think the winner with us today, now their serotonin level become higher because they win with us. 600 dirham from Abu Dhabi Public Health Center. Shall we continue? هل نستمر؟ Hey, أباها. Hey, أباها. حلوها أديب. ما أدري. شو اللي فيتامين سي؟ شو اللي فيتامين سي؟ هل يجاوبون قبل السؤال؟ لا والله ما أشوف بلاكس، ما حد، ما أدري بالنسبة للأجوبة، بس أنا أعتقد الإنترنت له دور ترى جدا، لأن كلمة يعني في ناس تطرش وكان لها بالإنترنت. أنا كنت أشارك في الأسئلة وأتوقع نفسي أول واحدة، لكن سؤال يكون أخير ليش؟ لأن الإنترنت له علاقة بوصول الأسئلة للإنسان. يعطيكم الصحة والعافية، خلونا نكمل إن شاء الله أسئلتنا. أوكي، قاعدين في البيت بالحجر الصحي، لكن دائما ننصح نفسكم تقعد إذا عندهم حوش ولا على الشرفة والأماكن اللي موجودة كلها موجود. فالسؤال الثالث اللي بيكون باقي لي تقريبا سؤالين بنكملهم. السؤال اللي يقول So the last question will be which vitamins that the body will take it from the sun. ما هو الهرمون فيتامين الذي يأخذه الجسم من الشمس؟ ما هو الهرمون الذي يأخذه الجسم من الشمس؟ فيتامين دال، أعتقد واحدة اسمها أسمى دايت ما شاء الله. خلاص دام أسمى دايت أكيد واحدة تخصصها بالدايت جاوبت، مبروك عليك. أنا اللي باين عندي أسمى دايت، بس طبعا مع فريق مركز أبو ظبي بيبين أكثر. الفوز أعتقد أسمى دايت، مبروك عليك أسمى دايت، هذا اللي باين عندي، مبروك. نعم فيتامين دال هو الفيتامين يحتاجه الجسم اللي ناخذه من أشعة الشمس. طبعا بما أن دائما في الحجر الصحي مش المفروض أنه خلاص إحنا حجر ما نتعرض لا أشعة الشمس ولا أنه نتعرض، لا، نقدر نروح على الشرفة إذا كان عندنا شرفة موجودة عندنا، نقدر نروح على الحوش إذا عندنا حوش، لازم نتعرض. ما ننسى دائما إحنا قاعدين في الحجر وما نطلع إنه ما نتعرض لأشعة الشمس، حتى لو نطلع إيدينا، حتى لو نطلع جسم ويهنا مثلا جزء من إيدينا من ريولنا، نقعد فترة لأنها جدا مهمة. وتعرفون فيتامين دال جدا مهم لحيوية وأعضاء الجسم ويمنع هشاشة العظام، وغير إن في أطباء وفي أشياء ننصح فيها إن يأخذون كالسيوم إذا كان نسبة هشاشة العظام عندهم عالية مثلا، فننصح فيهم بأدوية موجودة. لكن احنا نحاول كثر ما نقدر نبتعد عن الأدوية، نشرب حليب ولا ناكل روب ولا أي من مشتقات الحليب، لأن نسبة الكالسيوم في
فيها عالية، نتعرض للشمس عشان يكون موجود معانا كلهم مع بعض، وهذا شيء يساعدنا دائما للوصول إلى جسم صحي وسليم. وصلنا باقينا 10 دقائق عشان نختم على فكرة. هذا آخر حلقة من حلقة المسابقات معانا في مركز أبوظبي للصحة العامة، فهذه آخر مسابقات عشان شي أعطينا عيدية لكل واحد. جميلة، أسألي سؤال من عندك. هذه الأسئلة من عندي، زين هي موجودة من عندي وحطيتها مرتب. لا هذه الأسئلة طبعا من عند مركز أبوظبي للصحة العامة ونحن نستمر فيها. انزين اسالي بلا والله اوكي انزين بسال بالعربي ان شاء الله عقب بالانجليزي، ما طلبتي فالك طيب من هالعين قبل هالعين. نكمل اسئلتنا ونختمها، نختمها بسؤال اللي قاعدين نتكلم فيه حاليا. تكلمنا عن الاكل الصحي والغذاء الصحي، وسالنا عن فيتامين د، يعني كل هالامور لها علاقه بشو؟ بموضوع الصحه. كل هالاسئله لها علاقه بموضوع شو؟ موضوع الصحه. بيت تكلمنا عن موضوع الصحة، وتكلمت أنا في البداية أنا أقدر أقول غششتكم شوية من بعض الأسئلة، فبسأل هالسؤال، وهذا السؤال أبغى أجوبته تكون كاملة صحيحة. كاملة صحيحة يعني يكون الجواب كامل كليا، ما أريد جواب مقطوع، أي حد جوابه ناقص بقول لا، أبغى الجواب يكون كامل. بقول بالعربي بعدين بالإنجليزي. السؤال يقول: منظمة الصحة العالمية ما هي تعريفها للصحة؟ ما تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة؟ What is the definition of health with the WHO? WHO how it defined the health. أريد جملة، أبغى أشوف جملة كبيرة صحيحة موجودة، جملة شاملة كاملة بكل مقاييس بين منظمة الصحة العالمية بالعربي أو بالإنجليزي. شو تعريفها للصحة؟ شو تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة؟ فيتامين د و سي؟ لا، منظمة الصحة العالمية ما هي تعريفها للصحة العامة؟ تأخرت الأجوبة لأن الناس قاعدة تدور، وحلو الإنسان يدور يعرف الجواب، بس أريدها تكون كاملة، يعني في أشياء تكون كذي ممكن أتغلط. الحالة العامة للجسم والعقل مع الإدارة وظائف الجسم. سؤال غير كامل أحتاجه، لأن كان في تعريفات جدا مع أوتاوا تشارتر ومنظمة الصحة العالمية بسنوات، كان في وايد تعريفات، لكن صار في تعريف نهائي مشمول موجود. أشوفني لحظة أبغى أرجع، هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة في مجال الصحة، هي السلطة التوجيهية. نعم هذه منظمة الصحة العالمية، لكن سؤالي يقول ما تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة؟ ما تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة؟ What is the definition of health within WHO? How WHO define the health؟ حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا. يبالها تكملة شوية. حالة من الاكتمال، وهي واحدة من عدة وكالات تابعة. لا أنا أسؤالي اللي 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 قال كوران أعتقد قالت نعم، سؤالك ناقص أبغى التعريف كامل. صح، هي اكتمال سلامة الجسم بدنيا وعقليا واجتماعيا. أوكي officially declined. لحظة أشوف declined WHO organization completed the physical organization. okay physical organization stated the physical mental and social well-being not merely the yes. الجواب كامل اعتقد هو من النت، بس اتليست انه كامل. فاطمة دعاء اعتقد، شكرا فاطمة دعاء يا منظمة يا مركز ابو ظبي للصحة العامة، هذا الجواب كامل. yes it is definition of health it's a mental and health physical and mental and social well being not merely only disease and merely. يعني احنا نتكلم ان هي السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد الخلو من المرض او العجز. بالضبط هذا هو الجواب، وهذا اللي موجود. فاطمة دعاء اعتقد هي اللي فائزة معانا، هذا اللي انا انتبهت له، بس طبعا ممكن فريق الصحة العامة يتأكدون اكثر لانه يبين عندهم، لاني انا مو منتبهة وايد فسامحوني. لكن مبروك للفائزين، اعطيناكم عيدية مركز ابوظبي للصحة العامة، والعيدية هذه 600 درهم لكل فائز. اتمنى ان هرمون السعادة زادت عندكم، اتمنى الكل استفاد منه، واذا ما استفدتوا بالجائزة استفدتوا بالمعلومة اللي موجودة معانا حاليا. So
سؤال صعب، انا اسفه. انا اسفه الاسئله، بس احنا لازم نغطي كل الاسئله، نعطيكم اسئله سهله ونعطيكم اسئله صعبه، وفي اسئله يبالها ان الواحد يدور عليها وتكون موجوده. العيد جاي ننصحكم مثل ما تكلمت الدكتوره فريده وتكلموا الناس واخوانا وكل شيء، تموا في بيوتكم، عايدوا في بيوتكم، قعدوا مع اهاليكم. لازم نوقف هذا التشين اللي قاعد يصير بالنسبه للمرض نفسه. اذا سمعنا الكلام وسمعنا كلام قادتنا ان قعدوا في بيوتكم وعيدوا في بيوتكم، ما في داعي للزيارات، عشان نقدر نعيد العيد الكبير ان شاء الله، ونقدر نحج ونقدر نروح الحج ونقدر نعيد العيد الكبير. كل هذا يعتمد عليكم، فخليكم في البيت واسمعوا القرارات اللي موجودة، وحافظوا على التباعد الاجتماعي، التباعد الجسدي كثر ما نقدر، وشربوا ماي، ورمضان بيخلص والعيد جاي. في ناس معصب علينا وزعلانة، يا ربي ليش في ناس زعلانة؟ والله لأسئلتي أنا عارف إن النت له دور، لأني أنا كنت أشارك في أسئلة وأقول ليش وكذي، ما بدي زعلانين حقيقة، أسئلتنا صعبة سامحونا، لازم نحط أسئلة صعبة وأسئلة سهلة. العيد جاي، استانسوا معانا بالعيد، وهذا آخر يوم للمسابقات مع مركز أبو ظبي للصحة العامة. أتمنى أن هي نوعت لكم بوايد أشياء خلال هالفترة، ما شاء الله برامج لها علاقة بالغذاء الصحي وبالرياضة وبالعقل وبالأم وبالطفل وبالمواضيع مختلفة شملت فيها، عشان تقدر تغطي لكم. يعني نحن صدق كنا معاكم بالبيت ومعكم دائما، ما خليناكم تكونوا بروحكم طول هالفترة، نوعناكم بين البرامج الموجودة من ضمنها برامج المسابقات اللي موجودة معانا. حبينا نعيد عليكم قبل آخر يوم للمسابقات اللي عندنا، إن شاء الله نسوي سحب الفائزين حسب ما يكونوا موجودين، ويعطيكم العافية. إن شاء الله نعيد عليكم على العيد إن شاء الله بأسئلة ثانية. عيدكم مبارك، اسمعوا القرارات اللي يقولونها القادة، ودمتم سالمين دائما، وسامحوني على القصور، ومبروك للفائزين. في أي أسئلة ثانية؟ دكتورة كيف استلم؟ اوكي، تواصلي مع مركز ابو ظبي للصحة العامة وهم راح يتواصلوا، هم عندهم الاسئلة بكتبوا لكم بالخاص، وانتم بعد تواصلوا معاهم. طبعا هم عندهم قائمة الناس اللي فازت، لاني انا ما اقدر اركز وايد اجوبة، فاخاف اني انا ظلمت حد، بس بيكون موجود. سألت السؤال بالعربي بالانجليزي، والاسئلة موجودة لان عندهم مطوعين من كل الناس. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير، ودمتم سالمين، بعيدكم مبارك، وصبحونا هنيئا من الآن، كل الشكر.